اعترضت جهوة قضية ربما ما نقولوش الكوطة ولكن تحديد شروط لالتحاق اللاعبين المغتربين بالمنتخب الوطني. احنا اليوم رانا نشوفوا انه سياسة المكتب الحالي ولا حتى سياسة الطاقم الفني راهي ربما ما تعطيش الأهمية كبيرة للاعبين المغتربين، بمعنى انه ربما الكوتش رابح ماجر لا يقوم بمعاينة اللاعبين وما راناش نسمعوا اسماء على او انتقاء لاعبين من اوروبا مثل ما كان يحدث ولا احنا تعودنا عليه في السابق في وقت من في الفترة السابقة. مثل ذلك ماكسيم لوبيز لاعب نادي مارسيليا، عطيتك مثال فقط كوتش، ربما عندك اسماوات اخرى. ماكسيم لوبيز تأهل مع نادي مارسيليا للنهائي اليوروبا ليج، يقدم مستوى رائع مع الاولمبيك مارسيليا، هو امه جزائريه، وفي احد التصريحات ابدى نيته ورغبته في تقمص الالوان الوطنيه. ما ردك على هذا؟ دوك لو كان نسمع اي لاعب جزائري يلعب في اوروبا ويقول الامنيه تاعي نلعب في الفريق الوطني، راح نجيبوا كل اللاعبين هذو. واش نعملوا باللاعبين اللي موجودين في الفريق الوطني حاليا وهم يشتغلون معنا منذ اكتوبر الماضي؟ انا دائما نقول الباب يبقى دائما مفتوح للاعبين، وهذا الشيء يعني يفرح ان فيه اهتمام كبير للاعبين الجزائريين اللي موجودين في اوروبا، الامنيه تاعهم يلعبوا في الفريق الوطني. هذا يسعدني ويفرحني، لان في المنتخب الوطني الجزائري عارفين واللاعبين المحترفين يتكلموا بعضهم بعض ان فيه عمل راه يقوم، فيه احترافيه، فيه جديه، فيه احترام للاعبين. لهذا كل اللاعبين الان كلهم يطلبون ان يلعبون يوم من الايام في الفريق الوطني الجزائري، وهذا يشرفني كناخب وطني. ولكن الباب دائما نقول يبقى مفتوح لاي لاعب، اي لاعب نشوفوه قادر يقدم خدمات احنا نجيبوه للفريق الوطني. هذا ماكسي لوبيز ما حصلش الشرف نزيد نشوفه ونركز عليه، ولكن هذا اللاعب شاب بلا شك. احنا عندنا هدفنا وهو على كما يقول لك مستقبل صدر موين تيرم ولا اكور تيرم، نقولوا اكور تيرم باسكو عندنا كاس افريقيا المقبله 2019. احنا ما نجيبوش دوكا شاك فو نجيبوا لاعب، نجيبوا لاعب ونشوفوه. احنا يعني الطاقم الفني يبحث على الاستقرار. يعطيك الصحه، احنا كطاقم فني نحبوا الاستقرار ونحبوا اللاعبين اللي بداوا يشتغلوا معنا تقريبا من شهر اكتوبر هما يشتغلون معنا وحضرناهم، وهاد اللاعبين اللي عندهم خبره كبيره في افريقيا. لهذا احنايا المعنويات رجعت، الثقه